بداية مش عايزكم تتخضوا من كم السلايدز اللي انا بعرضها، ان انا بحاول بقدر الامكان البرزنتيشن يبقى فيها تقريبا كل حاجه، بس طبعا مش هي نفسها تكست بوك، يعني محطوطه بشكل احسن بشكل مختصر افضل، وده معناه هيخلينا ان احنا واحنا شغالين ممكن في بعض السلايدز نعديها، ده مش معناه انها مش مهمه، لكن هي فيها مزيد من الامثله لو حضرتك رجعت لها تزود الفهم عند حضرتك للموضوع، لان مش معقوله مثلا زي شابتر 2 انا عامله تقريبا في حدود 90 سلايد، شابتر 3 في حدود نفس العدد 180 سلايد، مش ممكن هنقدر نخلصهم او نعملهم في جلسه واحده. وانا المخطط بالنسبه لنا النهارده لو رجعنا للتخطيط بتاع الشباتر السكيدول بتاعنا كورس التايم تيبل، هنجد ان النهارده يعني من المفترض نخلص شابتر 2 و3، يعني انا شايف ان المعلومات اللي فيها مش محتمله ان انا اجزاهم على مرتين على محاضرتين، فنحاول بقدر الامكان نخلصهم اليوم. وفعلا في بعض الباوربوينت برزنتيشن او بعض السلايدز اللي نفس الشابتر ده ممكن تلاقيها مثلا في 15 صفحه 15 سلايد 20 سلايد ماكسيمم، لكن انا بفضل دايما يبقى المعلومات كتير عندك موجوده جوه السلايد. اوكي، خلاف ذلك طبعا هتقرا من الملخص وبعد كده تبدا تحتاج انك ترجع لتكست بوك او الشابتر نفسه اللي هو بيتراوح عدده من 20 صفحه او 30 صفحه ل 50 صفحه كل شابتر. بقدر الامكان نحاول ابسط عليكم الامور ان شاء الله. طيب شابتر 2 بيتكلم عن ايه؟ سبلاي تشين بيرفورمانس، اداء السبلاي تشين. ساعات بيسموها بيرفورمانس انديكيتورز، ساعات بيسموها بيرفورمانس ميجرز، اللي هي مقاييس الاداء الخاصه بالسبلاي تشين. يعني انا عشان احكم على سبلاي تشين ان ادائها كويس او مش كويس او ناجحه او مش ناجحه اعمل ايه؟ ايه المقاييس اللي انا اخدها او اخدها في اعتباري او هقيس بايه؟ وهنشرح نقطة تانية، احنا نحاول نعمل achieving strategic fit and scope، احنا نصل الى توافق استراتيجي وعلى نطاق المؤسسة ككل. تعال نتكلم كده طبعا عنوان غامض، تعال نتكلم ايه واحدة واحدة، او من فضلكم لو في اي سلايد فيها سؤال حضرتك سجل السلايد رقم السلايد. الاهداف التعليمية زي ما اتعودنا، الليرنينج اوبجكتيفز، اول حاجه هنشرح why achieving strategic fit is critical to a company's overall success. ليه محتاجين نوصل لحاجه اسمها strategic fit، توافق استراتيجي؟ يبقى محتاجين نعرف يعني ايه strategic fit، واستراتيجيك fit يعني ما بين ايه وايه. ده اللي هيوضحهم لنا الهدف الثاني، هنديسكرايب how a company achieves strategic fit بين ايه وايه بقى؟ بين حاجتين، supply chain strategy و its competitive strategy. يعني ايه ده؟ الشركه هيبقى ليها استراتيجيتين؟ لا، ده هيبقى ليها اكتر من كده، مش اتنين بس، تلاته. لا مش تلاته بس، ده اكتر من كده، هنتكلم عنهم ايه بالتفصيل. يبقى هنا الاستراتيجيك فيت المقصود بيها معناها فيت، توافق ما بين سبلاي تشين استراتيجي والكومبيتيتيف استراتيجي بتاعت الفيرم او بتاعت الكمباني. الهدف الثالث هنناقش اهميه ان احنا نعمل اكسبانشن، اكسباندنج للسكوب بتاع الاستراتيجيك فيت. يعني الاستراتيجيك فيت مش على مستوى اوبريشن معينه او على مستوى السبلاي تشين بس، اوكي، لا ده اكروس سبلاي تشين كله. هنشوف الكلام ده ازاي نعمل له اكسباندنج، دي الخطوه الثالثه او الهدف الثالث. الهدف الرابع يا ترى ايه؟ التحديات، المعوقات اللي يجب ان احنا نتغلب عليها عشان نعمل اداره ناجحه للسبلاي تشين. ايه التشالنجز الميجور طبعا اللي يجب ان احنا اوفركم عشان نعمل اداره جيده للسبلاي تشين. محدش يقول لي ده الكلام ده كله نظري وملوش لازمه بالعكس، لما يقابلك تحدي وهندي بالامثله وشركات وده التحدي اللي عندها واتغلبت عليه ازاي، دي كلها هيستوري بتساعدنا او ليسونس ليرند بتساعدنا بعد كده ان احنا ايه لما تقابلنا نفس المشاكل دي او نفس التحدي دي او حاجه شبيهه بيها نقدر ان ايه يبقى عندنا ريسبونس جيد ونصل الى سكسسفول سبلاي تشين. دي الاربع اهداف يا جماعه اللي احنا هنتعلمها في شابتر 2 فقط. تعال نمشي واحده واحده. هو يعني ايه سبلاي تشين مانجمنت؟ طب ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده، بس ايه المانع اذكركم بيه
عشان اربطه بالجاي. managing supply chain flows، التدفقات اللي بتتم. واحنا قلنا التدفقات اللي بتتم عباره عن ايه؟ product وانفورميشن وفاندز. وبنعمل مانج لايه كمان؟ للاسيتس، مش تدفقات بس، مش الحركه اللي بتتم ما بين كل ستيج والتانيه. لا يا جماعه، ده بنعمل مانج للاسيتس. انه متسع وعريض، يعني بنتكلم في حاجات كتير قوي في نفس الوقت. فده ده اهميه او حلاوه السبلاي تشين. تو ماكسمايز، الهدف ان احنا نعمل مانج للحاجات دي عشان ماكسمايز سبلاي تشين فاليو. ايه السبلاي تشين فاليو دي؟ وات از سبلاي تشين فاليو؟ احنا عندنا السبلاي تشين سيربلس او فاليو بترجع ليه؟ وات ذا كاستمر هاز بيد. احنا قلنا المعادله دي قبل كده، اللي الكاستمر هيدفعه ناقص التوتال كوست اكسبندد باي سبلاي تشين ان فيلينج اوردر، ناقص كل التكاليف اللي السبلاي تشين اتكلفها، تمن كل حاجه من اول الخامه لغايه التصنيع لغايه النقل لغايه كل حاجه، الانفورميشن انفراستراكشر، كل الكلام ده متقسم متوزع على المنتجات، كل دي التكاليف اللي احنا اتكلفناها. طيب الكاستمر دفع كام؟ هو المبلغ اللي دفعه الاول، الاثنين ناقص بعض للسبلاي تشين سيرفلس. طيب تعالوا نفهم سبلاي تشين فاليو دي شويه، يعني ايه؟ تعال نتعرف الاول في النقطه الاولى كومبيتيتيف سبلاي تشين استراتيجيز. عندنا نوعين من الاستراتيجيات، استراتيجيه بيسموها كومبيتيتيف استراتيجي وسبلاي تشين استراتيجي. لكن تعالوا الاول نفهم يعني ايه استراتيجي ان جنرال. كلنا بنقول وبنتكلم كتير عن وبنسمع كتير استراتيجيه، استراتيجي ان جنرال معناها ايه؟ الاستراتيجي از ذا دايركشن والسكوب بتاع الاورجنايزيشن اوفر ذا لونج تيرم، يعني خلال ال 30 سنه اللي جايه الشركه ماشيه ازاي، على اي خط، في اي اتجاه، السكوب بتاعها هيبقى ايه، تهتم بايه. which achieves advantage for the organization، يعني من خلال الاستراتيجي عايزين نوصل لايه، ميزه للمؤسسه through its structure of resources within a challenging environment. طبعا الاستراكشر، تركيب او الهيكل بتاع الريسورسز بتاعتها بيتنظم بطريقه معينه في الظروف وفي البيئات فيها فعلا تحدي مختلفه، طبيعه مختلفه. يعني زي ما قلنا المثال بتاع المره اللي فاتت، الجاكيت اللي هو الزرار بيجي من مكان، السوسته من مكان، البطانه من مكان، من دول عديده مختلفه. واحنا قلنا موضوع السبلاي تشين ادارته مش ايزي، موضوع مش سهل. احنا بنعمل الكلام ده اداره للمكان، اداره بنعمل الاستراتيجيه دي ليه؟ to meet the needs of markets، احتياجات السوق، and to fulfill stakeholder expectations. والستيك هولدرز مين؟ مين دول الستيك هولدرز؟ ستيك هولدرز ده تعريف شامل لكل المستفيدين، اصحاب المنفعه. مين اللي هيستفاد من السبلاي تشين؟ كل الناس اللي السبلاي تشين ومتوقعه طلب معين محتاجه تحققه. الاستراتيجي معناها to what each process or function will try to do particularly well، يعني لو مسكنا function معينة وعايزين نخليها تؤدي أو تنجح فبنعمل لها استراتيجية نجاح إنها تتم بطريقة جيدة. هو ده اللي موجود، المفترض إن هو موجود في أي استراتيجية. بداية يبقى عندنا الكوربريت استراتيجي اللي هي استراتيجية الشركة. قبل ما نبتدي سبلاي تشين خالص، في استراتيجية للشركة، أي شركة ليها استراتيجية. لو دخلت على البروفايل أو الويب لينك بتاع الشركة هتلاقي ليها استراتيجي، والاستراتيجيات وكتابة استراتيجية، وكل مؤسسة دلوقتي ليها استراتيجي وليها عناصر معينة اللي هي بتبتدي بال فيجن، ميجن، فاليوز، بعد كده يبدا مجموعه، يبني مجموعه من الخطط لمده لسنوات عديده، وبعد كده يبدا ينفذ الخطط دي ويتابعها. فالكوربريت استراتيجي بتبقى موجوده في الميشن ستيتمنت بتاعت المنظمه. يعني روح للميشن ستيتمنت بتاع اي منظمه هتلاقي فيها الاستراتيجيه بتاعتهم. هي متواجده ليه؟ هي موجوده ليه؟
نيجي بعد كده لحاجة اسمها من الـ Corporate Strategy، بنعمل حاجة اسمها الـ Competitive Strategy، الخطة أو الاستراتيجية التنافسية، التنافس، الاستراتيجية اللي احنا نبنيها علشان ننافس، عشان نبقى منافسين في السوق. Developed، مين اللي بيعملها؟ Marketing People. أساسا الماركتينج بيبول بيعملوا لنا الكومبيتيتيف استراتيجي عشان ننافس في السوق بالمنتج بتاعنا. ايه الأولويات بتاع بالنسبة للكاستمر؟ ايه أولوياته؟ فمن خلالها بنعمل حاجة اسمها كومبيتيتيف استراتيجي. ولازم طبعا الكومبيتيتيف استراتيجي تعمل سبورت وتعزز الكوربريت استراتيجي، ما تبقاش ضدها. كومبيتيتيف استراتيجي تعريفها وأمثلة ليها، هناخد هنا ثلاث أمثلة إن شاء الله. كومبيتيتيف استراتيجي بتعرف لنا بالنسبة للمنافسين احنا فين بالنسبة للكومبيتيتورز، هي مجموعة من، يعني في الديفينيشن بتاعي، a company set of customer needs، يعني بيبقى فيها مجموعة كده من احتياجات الكاستمر that seek to satisfy through its products and services. يعني الكاستمر محتاج ايه؟ هل محتاج المنتج بسرعة؟ هل محتاج low price؟ هل محتاج اللي يجي يلاقي المنتج موجود اللي هو الافيلابيلتي؟ هل محتاج يكون في كونفينينس صراحه وهو بياخد المنتج بتاعه او الخدمه بتاعته؟ هو يهمه ايه؟ هو ده اللي بيتحط جوه الكومبيتيتيف استراتيجي. وهنشوف امثله لثلاث حالات ان شاء الله. الوول مارت هدفها ايه؟ الوول مارت بروفايد هاي افيلابيلتي اوف ا فرايتي اوف برودكتس. هاي افيلابيلتي يعني المنتج كتير، كميه كبيره، of variety products منتجات متعددة. يعني تخش جوه الوول مارت للي ما سبقش ان هو دخله هيجد ان في منتجات كتيرة جدا، كل حاجة موجودة، كميات كبيرة، وهدفه كمان of reasonable quality، quality معقولة at low prices. ده الهدف الايم بتاع الوول مارت. وكل على فكرة الشركة هنشوف بعد شوية من الامثلة، نخلي الامثلة ان كل شركه ليها الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعتها، والكومبيتيتيف استراتيجي مش حاجه بتتحط مره واحده وخلاص، لا ده هي ممكن تتغير مع الوقت على حسب السوق والمنافسه، على حسب التكنولوجي، في عوامل كتير بتغير من الكومبيتيتيف استراتيجي مع الوقت. ده الوول مارت. طيب وات وول مارت بروفايدز؟ طب الوول مارت بيقدم ايه للكاستمر؟ از لو برايس اند برودكت افيلابيلتي. هو ده، ايه دي الكومبيتيتيف استراتيجي، بينافس على اساس ان الاسعار دايما قليله عنده، اسعار مخفضه، والمنتج متاح او المنتجات متاح، برودكت افيلابيلتي متاح، ما تروحش في اي وقت كده وتقول عايز كذا ممكن ما تلاقيهوش، صعب. ماكماستر كار، ماكماستر بيبيع ايه؟ بيبيع مينتننس وريبير واوبريشنز برودكتس، واتمنى ان، وده بيتم من خلال الكتالوجات بتاعته او من خلال الاونلاين. اتمنى ان حضراتكم تخشوا على الموقع بتاعه، وفعلا عنده منتجات لا حصر لها، المنتجات بتاعته بتزيد عن 500,000 منتج مختلف، يا اما من خلال الموقع او من خلال الكتالوج، دي كتالوج ضخم. لو انت عايز اي منتج ممكن تبص على الكتالوج، تبعت له الرقم تقول له عايز كذا، تعمل اونلاين اوردر يجي لك على البيت. 500,000 منتج مختلف، تخيلوا حجم 500,000 منتج. ايه اللي بيقدمه الماك ماستر؟ كونفينينس، افيلابيلتي، ريسبونسيفنس، يعني المنتج بتاعك اللي انت عايزه متاح، العمليه فيها راحه، نعم فيها راحه، بيجي لك لغايه البيت، عايز ايه اكتر من كده؟ ريسبونسيفنس سريعه، فيها سرعه، ايوه يعني ممكن في نفس اليوم تجي لك. هل هو بينافس على اساس سعر؟ لا، الموضوع ده مش في دماغه. Not competing based on low prices او low price زي الوول مارت. هو مش شغال بنفس الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعت الوول مارت، وبالتالي الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعت الوول مارت مختلفه عن ماك ماستر. ديل بينافس بايه؟ او ايه اللي عنده يقدمه للكاستمر؟ custom made computer systems at a reasonable cost، بسعر معقول تقدر تشتري كمبيوتر تفصيل على ايه؟ على رغبتك. فكل شركه زي ما قلنا ليها الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعتها،
وخدنا هنا 3 امثله للكومبيتيتيف استراتيجي. كومبيتيتيف استراتيجي امثله اخرى، في عندنا دلوقتي شركتين مشهورين جدا، اللي بيشتري الماس او بيشتري ماس او احجار كريمه او خاتم او ايا كان لاي مناسبه، يعرف الشركتين دول معروفين جدا للناس الريتش قوي، بلو نايل اند زيلز. الاثنين بيشغلين في نفس المجال، بس اللي في الشمال ده بلو لاين اونلاين ريتيلينج موديل فور دايموندز، ده اونلاين بيبيع اونلاين، يعني هو مش ملوش محلات في الشوارع او المدن او ايه الى اخره. اللي على اليمين لما تبص كده مقارنه ما بين يمين وشمال، سيلز دايموند جولري ثرو ريتيل اوتليتس، محلات تجزئه، محلات بيع اهو، عنده محلات، ده ما عندوش. طيب ايه The variety of diamonds available from its website is high. عنده variability عالية في المنتجات بتاعته من diamonds. عنده أكثر من 90,000 ستون حجر. 90,000. أكثر من 90,000. في حين إن الراجل اللي عنده محل فعنده limited. فيور زان 1000. أقل من 1000. أقل من 1000 ستون. هنا 90,000. طيب its margin are significantly larger than its bricks and mortar competition. يعني طبعا حجم المبيعات بتاعته بتبقى اقل من اللي موجوده في منافسه المحلات. المارجنز اللي احيانا يسموها profit margin، هامش الربح بتاعه. its margin are significantly higher than its brick and mortar competition. الهامش بتاع الربح بتاعه اعلى من اللي موجود في المحلات العاديه المنافسين بتوعهم. هو بيتكلم على ده واللي بينافس اللي زيه بينافس في المحل، وده واللي بينافسه في المحل، يعني ده والمحلات اللي شبيهه بيه. طيب customers have to wait، يعني بقى المشكله customers have to wait to get their jewelry. الكاستمر مستني، لازم يستنى، مش يستنى كتير بس يبقى في wait to and don't have any opportunity to touch and see if purchase. يعني انت حضرتك عايز حاجه من الحاجات دي، خش اونلاين شوف الصوره عجبتك تمام مش عارف ايه، ابعت قول عايز اشتري. هل لمستها الحاجات دي؟ هنا محتاجه انك تشوفها تلمسها ترفعها بايدك تحطها في صباعك. عشان كده طالما انت ما عملتهاش تاتش بعد ما يبعتها لك، تقدر ان انت خلال 30 يوم ترجعها. يعني دي سياسه عنده. الكاستمر بتاع زيلز اللي هو بيبيع نفس المنتجات كان محتاج يروح للريتيل ستور، ممكن حد يساعده في المبيعات، سيلز بيرسون بيساعده، طب عندنا كذا عندنا كذا مش عارفين نجيب لك كذا مش عارف ايه وايه، يساعده حتى في الاختيار. And leave immediately with a diamond ring. والكاستمر هنا على طول وهو ماشي بياخد معاه في ساعتها. لكن التاني مستني لغايه ما يجي له ايه؟ لغايه ما يجي له في البوسطه، وفي الغالب هم بيبعتوه بالفيدكس. حاجه مؤمنه يعني ما تقلقوش. دي بتقدم حاجه ودي بتقدم حاجه. الميزه التنافسيه بتاعت اللي في الشمال انه عنده فرايتي عالي قوي اونلاين. في كونفينينس عاملين شير، لكن الثانيه دي انت محتاج تروح المحل وتقف وتشتري، وفي ميزه ان انت تشوف الحاجه اللي انت هتشتريها والناس هتساعدك وانك هتاخد الدايموند رينج في ساعتها. وهنتكلم عن الشركتين دول بالتحديد مرات عديده، يعني في كل مره هتلاحظوا ان احنا ممكن نقول نفس الامثله اكتر من مره بس في مواضع مختلفه على حسب الشيء اللي احنا بندرسه. اقول لك احنا بندرس كومبيتيتيف استراتيجي، طب تعال نقول الوول مارت كومبيتيتيف استراتيجي، تعال نقول الديل كومبيتيتيف استراتيجي، وهكذا السبلاي تشين استراتيجي، وهكذا نقول امثله عليها كومبيتيتيف استراتيجي. ده التعريف بتاعها، بتتعرف بناء على ايه؟ ازاي الكاستمر او ايه اولويات الكاستمر بالنسبه للمنتج؟ هل يهمه الكوست؟ هل يهمه الدليفري تايم؟ هل يهمه الفرايتي؟ هل يهمه الكواليتي؟ يعني
الشركة في الآخر بتنافس على الآخرين على أي أساس؟ إحنا عندنا أحسن أقل تكلفة، إحنا عندنا أفضل أقل ديليفري تايم، إحنا عندنا أكتر فرايتي في المنتج، عندنا أفضل كواليتي. دي اللي هي المفترض الكومبيتيتيف استراتيجي بتدور عليه، وقلنا الماركتينج بيرسونز هم اللي بيحطوا الاستراتيجية دي. تعال نشوف بعد كده ايه هي الفاليو تشين او فاليو تشين، سلسلة القيمة. احنا زي ما قلنا قبل كده منتج من اول رو ماتيريال لغاية ما يوصل للكاستمر، في بعض العمليات بتتم اللي بتضيف قيمة للايه للبرودكت او السيرفيس. في عندنا مجموعة من الكور بروسيسز او الفانكشنز يجب انها تتم عشان يحصل بيها نجاح، يعني بدون الفاينانس، بدون الاكاونتنج، بدون الانفورميشن تكنولوجي، بدون الهيومن ريسورسز سبورت. ده هل ممكن نعمل سبلاي تشين بدون دول؟ هل ممكن نعمل اي فانكشن داخل المؤسسه او داخل التشين بدون دول، بدون مساعده دول؟ فدول بيساعدوا ايه؟ facilitate the functioning of the value chain، ان العمليات تتم. عمليات زي ايه؟ new product development، مرحله تطوير المنتج في البدايه كده واحنا بنعمل ديزاين للمنتج، منتج جديد. عمليه التسويق والمبيعات، بعد كده عمليه الاوبريشنز، تشغيل وتصنيع، distribution، الخدمات بعد البيع واثناء البيع، وبعد البيع بنقدم بعض الخدمات سيرفيسز اللي هي الشركه. كل دي بيسموها الفاليو تشين الخاصه بالشركه. عشان تنفذ الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعتها، كل الفانكشنز دول بيلعبوا رول ولازم يكون ليهم الاستراتيجي بتاعتهم. يعني ايه الكلام ده؟ كومبيتيتيف استراتيجي مبنيه على مجموعه من الفانكشنز. الفانكشنز دي عشان يبقى ليها دور في نجاح الاستراتيجيه التسويق التنافسيه بتاعتها، لابد انها يكون ليها استراتيجيه الخاصه بيها. يعني في عندنا برودكت ديفلوبمنت استراتيجي، عندنا ماركتنج وسيلز استراتيجي، عندنا اوبريشن استراتيجي، عندنا ديستريبيوشن استراتيجي، عندنا سيرفيس استراتيجيز. ايوه كل واحده ليها الاستراتيجيه بتاعتها، اوكي، ولازم كل دول يخدموا على بعض، لازم يعملوا فيت مع بعض في النهايه بحيث ان هم ايه يصلوا بينا بيع ناجح في الاخر. كومبيتيتيف استراتيجي، يبقى احنا محتاجين نيو برودكت استراتيجي، ماركتنج استراتيجي، وسبلاي تشين استراتيجي، وهنتكلم عن كل واحده بالتفصيل دلوقتي. يبقى احنا بدأنا بالكوربريت استراتيجي، كومبيتيتيف استراتيجي، سبلاي، وصلنا للسبلاي تشين استراتيجي وهنتكلم عنها لسه بالتفصيل. يبقى احنا البدايه الشركه ككل يبقى ليها خطه استراتيجيه بتعمل منها خطه تنافسيه او استراتيجيه تنافسيه. بناء على الاستراتيجيه التنافسيه دي بنبدا نكون حاجه سبلاي تشين استراتيجي، لاستراتيجيه سلسله الامداد. واستراتيجيات دي استراتيجيه يعني مجموعه من المراحل، مجموعه من الخطوات، مجموعه من الديسيشنز، مجموعه من القرارات بنعملها بحيث ان احنا ايه ننجح السبلاي تشين. نشوف الاول الفانكشنال استراتيجي اللي هي الوظائف اللي هو والاستراتيجيه بتاعتها بنحدد فيها ايه. اول وظيفه اللي هي البرودكت ديفلوبمنت استراتيجي، دي بتحدد فيها مجموعه المنتجات الجديده اللي الشركه هتحاول انها تعملها. برودكت ديفلوبمنت استراتيجي الاوتبوت بتاعها هو بورتفوليو، حافظه، مجموعه من نيو برودكتس اللي الشركه هتحاول انها تديفلوب. الوظيفه الثانيه الماركتنج والسيلز استراتيجي، دول بيحددوا ايه او الاستراتيجيه دي بيبقى مكتوب فيها ايه، بتحدد هاو ذا ماركت ويل بي سيجمنتد، ازاي السوق هيتقسم. الكاستمرز دول مش حاجه واحده، دول سيجمنتس، قطاعات. اند برودكت بوزيشند، وازاي هيتم الوضع او بوزيشند او برايس او بروموتد، ازاي بعد ما احنا نقسم السوق الى اقسام او الى كاتيجوريز، المنتج ده وضعه ايه، تسعيره ايه، الدعايه بتاعته هيبقى شكلها ايه،
كل الكلام ده موجود في الماركتينج والسيلز استراتيجي. وهنا مهم جدا ان يكون في توافق، ما يبقاش كل استراتيجية مبنية كده بهدف ما بيحققش الكوربريت استراتيجي في النهاية. لازم يبقى في كونسيستنسي، توافق and support بين السبلاي تشين استراتيجي والكومبيتيتيف استراتيجي وكل الاستراتيجيات اللي موجودة، اللي هي قلنا عليها البرودكت ديفلوبمنت والماركتنج. اي استراتيجية لازم يكون فيها توافق وانسجام، وبتعمل سبورت السبلاي تشين استراتيجي والكومبيتيتيف وكل الاستراتيجيات الاخرى، يبقى في تناغم بينهم، تجانس بينهم، توافق بينهم، ما بيعارضوش بعض. مش واحد يبقى هدفه ان احنا نقلل التكلفة والتاني استراتيجية تانية هدفها انها لا نزود التكلفة، لا ما ينفعش. سبلاي تشين استراتيجي التقليدية العادية بتحتوي على سبلاير استراتيجي، اوبريشنز استراتيجي، لوجيستكس استراتيجي، استراتيجية خاصة بالسبلاير، استراتيجية خاصة بالعمليات، استراتيجية خاصة بالايه بالنقل وما شابه زي اللوجيستكس اللي هي ما بين السبلاير والمانيفاكتشر، ما بين المانيفاكتشرنج والديستريبيوشن سنتر، او ديستريبيوشن سنتر والريتيلر، او ديستريبيوشن سنتر والايه اللي هي كل ده اللي هو اللوجيستكس. اللوجيستكس موجوده في اماكن كتير مختلفه. دي السبلاي تشين استراتيجي، دي مكوناتها. السبلاي تشين استراتيجي المفروض يكون جواها ايه بالتفصيل بقى؟ بتحدد ايه؟ بتحدد زي ما قلنا قبل كده وتعودنا ان احنا ممكن نقول او بنعيد نفس الكلام، لكن في كل مره بتفاصيل اكتر توضح لنا اكتر. يعني حضرتك لو ما كانتش نقطه واضحه في السلايد دي، ممكن تلاقيها في السلايد اللي بعدها بتوضحها اكتر. سلايد تشين استراتيجي بتوضح ايه، بتحدد ايه فيها، بنحدد فيها ايه نيتشر اوف بروكيرمنت اوف رو ماتيريالز، طبيعه شراء الرو ماتيريال، هنشتريها ازاي، ترانسبورتيشن اوف ماتيريالز تو اند فروم ذا كومباني، نقل الماتيريالز ده من والى الشركه، للشركه ومن الشركه، مانيفاكتشر اوف ذا برودكت اور اوبريشن تو بروفايد ذا سيرفيس، اللي هي عمليه تصنيع المنتج والعمليات، بحس ان احنا ايه العمليات اللي تتم عشان نقدم الخدمه. احنا قلنا قبل كده السبلاي تشين ده شامل برودكشن وشامل سيرفيس، برودكت وسيرفيس في نفس الوقت. فلما نيجي نتكلم على برودكت نقول مانيفاكتشر اوف ذا برودكت، لكن نتكلم على سيرفيس نقول اوبريشن to provide the service. هو اختلاف بس مصطلحات او كلمات، لكن دي خاصه بالمانيفاكتشرنج برودكت ودي اوبريشن او خاصه بالسيرفيس. ديستريبيوشن اوف ذا برودكت تو ذا كاستمر، عمليه توزيع البرودكت على الكاستمر هتتم ازاي، along with any follow up service and specification of whether these processes will be performed in house or outsourced. وبرده اي توصيفات، اي متابعه للخدمه، سواء العمليات اللي احنا بنعملها دي هتتم من داخل المؤسسه ولا هنعمل اوت سورس ليها. كل العناصر اللي مكتوبه دي يا شباب موجوده في السبلاي تشين استراتيجي. السبلاي تشين استراتيجي بتحدد what the operations, distribution, service functions, whether performed in house or outsourced should be particularly well. يعني بتحدد احسن للسبلاي تشين ان الوظائف دي تتم ان هاوس يعني داخل الفيرم وزن الفيرم، ولا اوت سورسد من شركات ثيرد بارتي ايهما افضل. يبقى احنا خدنا بعض التعريفات الخاصه بالسبلاي تشين استراتيجي. ممكن تحدد ايه، ندي امثله للسبلاي تشين استراتيجي والكومبيتيتيف استراتيجي الخاصه ببعض الشركات اللي شغاله في الالكترونيات الكترونكس. سبلاي تشين استراتيجي بتشمل سبيسيفيكيشن of the broad structure of the supply chain، توصيفات كده عامه للسبلاي تشين، الهيكل بتاعها هيبقى شكله ايه، دي هيبقى موجود جوه سبلاي تشين استراتيجي. طيب هناخد امثله. ديل ديسيشن تو سيل دايركت، الاستراتيجيه بتاعت السبلاي تشين بتاعت ديل انها تبيع بيع مباشر من المصنع للكاستمر. جيت ويز ديسيشن تو ستارت سيلينج بي سي ثرو ريسيلرز، and Cisco decision to use contract manufacturers. شركة Gateway قررت انها تبتدي انها تبيع من خلال ريسيلر. Cisco decision واللي هي من ضمن الشركات اللي عامله الويبكس اللي هو النظام اللي احنا شغالين عليه دلوقتي في الميتنج، قررت انها تستخدم حاجه اسمها contract manufacturers. contract manufacturers يعني اجيب واحد بيصنع مثلا سيارات
واقول له اعمل لي سيارة كذا موديل كذا مواصفات كذا باتفاق بيني وبينك، بيسموه كونتراكت مانيفاكتشرر. ومن خلالها زي ما قلنا هنعرف البرود ستراكشر بتاع السبلاي تشين وكل الاجزاء الخاصة بالاستراتيجية زي ايه، وهنشوف بعد شوية ان شاء الله بالتفصيل. السبلاي تشين استراتيجي بتشتمل على الديزاين ديسيشنز خاصة بالانفنتوري، هيبقى ازاي، قد ايه، كل قد ايه، هنخزن فين، ترانسبورتيشن، اوبريتنج فاسيلتيز، اماكنها فين، الكلام ده كله هنشوف التفصيل بعد شويه. اند انفورميشن فلوز، داين ديسيشنز خاصه بكل الحاجات دي، انفنتوري، ترانسبورتيشن، اوبريتنج فاسيلتيز، والانفورميشن فلو. مثال، امازون قررت انها تبني وور هاوسز تو ستوك سام برودكت، ده مستودعات، بنت بعض المستودعات علشان ايه، تخزن بعض المنتجات. and to continue using distributors as a source of other products، وقررت انها تستخدم سورس للمنتجات الاخرى بتاعتها كجزء من السبلاي تشين استراتيجي. دي مش كل السبلاي تشين استراتيجي، ده جزء منها، انها تبني بعض الوير هاوسز عشان تخزن بعض المنتجات، وتستمر في انها تستخدم distributor كسورس للمنتجات الاخرى. طيب تويوتا ديسيشنز، ان يكون ليها برودكشن فاسيلتيز في كل ميجور ماركت هي بتخش فيه، وده جزء من السبلاي تشين استراتيجي بتاعتها. خط عريض اهو، ان يكون ليها برودكشن فاسيلتي في كل سوق هي هتبيع فيه، ميجور ماركت كبارت من استراتيجي ده اللي هو ايه، تويوتا. ده مثال اخر للسبلاي تشين استراتيجي، 7-11 جابان. زي ما وضحناه قبل كده، مش المثال ده وضحناه، الشركه دي اتكلمنا عنها قبل كده، بس بيكلمك عن السبلاي تشين استراتيجي بتاعتها. نيجي بعد كده قلنا في استراتيجيه خاصه بالكومبيتيتيف استراتيجي، سبلاي تشين استراتيجي، ازاي نعمل فيت بينهم، ازاي نعمل توافق بينهم، ويعني ايه توافق اساسا بين الخطط، واتس استراتيجيك فيت، ازاي نوصل له، وموضوعات اخرى خاصه بالاستراتيجي فيت هنتكلم عنها في الجزء اللي جاي. استراتيجيك فيت معناها او بنحتاج كويس ان كل من الكومبيتيتيف استراتيجي والسبلاي تشين استراتيجي استراتيجيز ليهم نفس الجولز، بيالايند مع بعض في نفس الجول، مش متعارضين مع بعض، ماشيين على خط واحد. معناها consistency between الكاستم priorities اللي موجوده في الكومبيتيتيف استراتيجي، الكاستمر ليه اولويات وحطيناه فين في الكومبيتيتيف استراتيجي، ماشيه مع او متفقه مع السبلاي تشين كابابيلتيز اللي بتتحدد داخل السبلاي تشين استراتيجي. السبلاي تشين استراتيجي يا جماعه بتحدد مجموعه من الكابابيلتيز تقدر عليها السبلاي تشين. احنا نقدر نعمل ايه في السبلاي تشين؟ طيب هو الكاستمر اولوياته ايه في الكومبيتيتيف استراتيجي؟ لازم نعمل ماتش بينهم، في تناسق بينهم، في اتزان بينهم، في توافق بينهم، هنشوف بالامثله ان شاء الله. لكن ده معنى استراتيجيك فيت. استراتيجيك فيت لاي شركه عشان تبقى ناجحه، السبلاي تشين استراتيجي بتاعتها والكومبيتيتيف استراتيجي لازم يكون فيه كده. زي الوول مارت، واحنا دي قلناها قبل كده، الاستراتيجيك استراتيجي بتاعتها افري داي لو برايسز، كل يوم بتلاقي الاسعار منخفضه. والديل كاستم ميد كمبيوتر سيستم ساتا ريسونبل كوست، ودي خدناها قبل كده. اللي فوق الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعت الوول مارت، اللي تحت الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعت ديل. طيب تعال نشوف بقى السبلاي تشين استراتيجي بتاعت الوول مارت، اونز اتس انفراستراكشر اند ديستريبيوشن نتورك، بتمتلك، طالما عايز حاجه رخيصه كل يوم يبقى لازم تمتلك الانفراستراكشر بتاعتك وكمان الديستريبيوشن سنتر نتوركس بتاعتك، تبقى بتاعتك خاصه بيك انت، مفيش حد يتحكم فيك وفي اسعاره، فتحس ان في تناغم ما بين الاثنين. اول واحده دي استراتيجيك كومبيتيتيف استراتيجي، ودي تعتبر خطوه عريضه الاستراكشر بتاع سبلاي تشين استراتيجي. بالنسبه للديل اونلاين اوردرنج كاستم ميد كمبيوتر سيستم ات ريزونبل كوست، يبقى لازم تعمل الاوردرنج اونلاين وما يكونش فيه وسيط طالما عايزها بايه، تكاليف معقوله. كل واحد ليه سياسته، كل واحد ليه استراتيجيته، مفيش حاجه اسمها استراتيجيه تنفع لكل الحالات ولكل الشركات، دي شغاله معاهم بنجاح ونجحت في ظروفهم تبقى كويسه، لكن ما بنقولش، ما نقدرش نقول الخطه المثلى
الاقي سبلاي تشين كذا، ما ينفعش، ده في اكتر من سبلاي تشين، ده في تيلورينج للسبلاي تشين استراتيجي، يعني في سبلاي تشين استراتيجي تفصيل تفصيل على كل حاله عشان نوصل لفيت استراتيجي. فيت في 3 خطوات. الخطوه الاولانيه ان الكومبيتيتيف استراتيجي والفانكشنال استراتيجيز لازم يكون فيت مع بعض مع بعض، ويكونوا كوردينيتد اوفرول استراتيجي، يعني في تنسيق بينهم، وهو ده اللي بنسميه الانتجريشن. يعني كل واحد عنده الاستراتيجيه بتاعته، لكن فين الانتجريشن بينهم؟ هو ده اللي بنسموه فيت استراتيجي او استراتيجيك فيت. كل فانكشنال استراتيجي يجب انها تعمل سبورت للفانكشنال استراتيجي الاخرى علشان تساعد الفيرم انها توصل لايه؟ للهدف الاستراتيجي بتاعه في المنافسه. دي اول خطوه، ان الكومبيتيتيف استراتيجي والفانكشن كل الفانكشنال استراتيجيز يحصل فيت بينهم وتناغم بينهم، وكل استراتيجيه كل فانكشنال استراتيجي تعمل سبورت للايه؟ للفانكشنال استراتيجي الاخرى. تاني حاجه، الخطوات اللي احنا بنقولها دي عشان نعمل ازاي نوصل للاستراتيجيك فيت. الديفرنت فانكشنز ان كمباني يجب ان يحصل لها ستراكشر بطريقه مناسبه. ستراكشر ليه؟ للعمليات وللموارد، بحيث انها تمكنها من تنفيذ الخطه بنجاح. فانكشنز اللي موجوده داخل اي مؤسسه يجب ان يحصل لها هيكله لكل العمليات بتاعتها وكل الموارد بتاعتها، بحيث انها قد تكون قادره على ايه؟ تنفيذ الخطط دي بنجاح. الخطوه الثالثه، ديزاين بتاع الاوفرول سبلاي تشين والرول بتاع كل ستيج يجب انه يكون الايند، يعني على خط واحد، عشان يعمل سبلاي تشين استراتيجي مع السبلاي تشين استراتيجي ويعمل سبورت ليها. يبقى التصميم، وانا بصمم عشان اوصل للاستراتيجيك فيت، وانا بصمم الاوفرول سبلاي تشين، والدور رول اللي هيقوم بيه كل ستيج دورها ايه، لازم تكون الايند مع بعض على نفس الخط، بيحاولوا نفس الهدف عشان نعمل للسبلاي تشين استراتيجي ايه؟ سبورت. الكمباني ممكن تفشل بسبب ان مفيش استراتيجيك فيت بينهم، يعني ممكن تكون عمليه كل عمليه عندها استراتيجي خاص بيها وطريقه كويسه، لكن مفيش فيت ما بين الاستراتيجيات وبعضها، ففي الحاله دي الكمباني بفيل على طول، او بسبب ان يكون عندها ما عندهاش استراتيجيك فيت. السبب الاخر ان ممكن تكون العمليات بتاعتها والموارد بتاعتها ما بتديش الامكانيات اللازمه لتنفيذ الخطه المرغوبه، يعني ممكن يكون عندنا خطه عاملينها كويسه جدا، والعمليات اللي موجوده والموارد اللي موجوده ما بتزودناش بالكابابيلتيز اللازمه للوصول للخطه دي، يعني ممكن نكون عاملين خطه حلوه قوي لكن ما عندناش الفاسيلتيز ولا الريسورسز ولا البروسيسز ولا الكابابيلتيز ان احنا ننفذ الكلام ده. يعني مش بالضروره ان احنا يكون عندنا استراتيجيك فيت بس او عندنا خطه استراتيجيه، لا، الامكانيات اللازمه لتنفيذ الكلام ده. تعال نشوف مثال للسيتويشن هنا، في زي ما قلنا قبل كده لما بنقول مثال فشل ما بنقدرش نقول اسم شركه عشان ما يقعدوناش، لكن برضو قلنا لو في مثال فشل بتبقى الشركه اساسا قفلت مش موجوده دلوقتي على الخريطه. تعال نشوف سيتويشن اللي فيها الماركتنج اعلن للناس قدره الشركه على انها تعمل بروفايد ا لارج فرايتي اوف برودكتس كويكلي. يعني بصوا التسويق عمل ايه؟ وقعنا في مطب، قال ان احنا هنبروفايد، نقدر عندنا المقدره الكابابيلتي بروفايد ا لارج فرايتي اوف برودكتس كويكلي، وده في حد ذاته كويس جدا. ايه الغلط في كده؟ ماشي. سيميلتينيسلي في نفس الوقت في نفس التوقيت الديستريبيوشن، بص بقى الماركتنج والديستريبيوشن والتعارض بينهم. الديستريبيوشن از تارجيتنج ذا لوست كوست مينز اوف ترانسبورتيشن. الاثنين دول ما يركبوش مع بعض. هو لوست كوست مينز اوف ترانسبورتيشن، وسيله ارخص وسيله للنقل، حاجه وحشه؟ لا، حاجه حلوه في حد ذاتها بالنسبه للديستريبيوشن. الماركتنج حاجه وحشه ان هو يقول ان انا عندي القدره ان انا ازود لارج فرايتي من البرودكت كويكلي؟ لا، مفيش مشكله خالص. امال ايه المشكله هنا؟ ان مفيش ماتش ما بين التو استراتيجيز. ازاي هتقدم منتجات متنوعه لارج فرايتي، تنوع كبير، بسرعه وانت بتستخدم وسيله نقل ضعيفه بطيئه؟ ما لوست كوست يعني ايه للترانسبورتيشن؟ وسيله بطيئه جدا غير امنه،
ما توصلناش الكمية دي ولا الفرايتي دي ولا السرعة اللي الماركتينج أعلن عنها. في الحالة دي it's likely نعمل إيه بقى؟ it's likely that distribution will delay orders so that هيحصل تأخير بسبب إن هو اختار الوسيلة النقل الأقل اللي هي نجمع كل كام باكج نعمل لهم جروبنج كام طلبية مع بعض ونوصلهم، وده يجي على حساب ان العمليه هتبقى بطيئه في الاخر. These actions conflicts with marketing stated goal of providing variety. طبعا يبقى فهمنا لما يكون في تو فانكشنز في المؤسسه، فانكشن بتاعت الماركتنج والفانكشن بتاعت الديستريبيوشنز، كل واحده استراتيجيه والاثنين مش الايند مع بعض على نفس الخط، ده مثال فاشل. ده مثال ناجح للاستراتيجيك فيت في ديل، وزي ما قلنا في البداية ان احنا هنعدي بعض الامثلة عشان الوقت. كمل. طيب ده معنى استراتيجيك فيت، يعني ونوصل للاستراتيجيك فيت يعني ايه؟ طيب ازاي نوصل للاستراتيجيك فيت؟ استراتيجيك فيت ممكن نوصله بثلاث خطوات. الخطوه الاولانيه هنتكلم عن كل خطوه بالتفصيل، ان احنا نفهم الكاستمر انسرتينيتي. كاستمر انسرتينيتي يعني عدم التاكد في طلب الديماند بتاع الكاستمر، مش مؤكد، في عدم ثقه، في عدم تاكيد. هنشوف يعني ايه وتاثيره على سبلاي تشين انسرتينيتي، عن عدم التأثير على عدم التيقن في تلبية الطلب ده أو إمكانيات السبلاي تشين، أو عدم التيقن في الطلب واللي جه نتيجة عدم التيقن في الطلب الكاستمر نفسه أو احتياجات الكاستمر. يعني الكاستمر دي نيد، النيد ده أحيانا بيبقى في أوقات كتير بيبقى انسيرتين. طيب ده ليه تبعات على السبلاي تشين؟ نعم ليه تبعات على السبلاي تشين. ايه تأثيره؟ هنشوف. فلازم نفهم ده وده. لازم نفهم كمان السبلاي تشين كابابيلتيز، انت قدرتك ايه في السبلاي تشين؟ يقدر على ايه؟ الخطوة الثالثة ان احنا نعمل اتشيفنج للاستراتيجيك فيت. نمشي واحدة واحدة. اول خطوة نفهم كاستمر والسبلاي chain uncertainty. الشركة لازم تفهم الكاستمر نيدز لكل سيجمنت على حدة. يعني احنا قسمنا السوق لمجموعة من الايه؟ من القطاعات. الكاستمرز يتقسموا الى قطاعات وهم دول المستهدفين، فلازم نعرف احتياجات الكاستمر المستهدفين في القطاع، احتياجاتهم ايه؟ كاستمر نيدز. And the uncertainty وعدم اليقين او عدم التاكد او عدم الثقه في الاحتياج ده اللي واقع على السبلاي تشين. ايه تاثيره على السبلاي تشين؟ عدم التاكد في الطلب والاحتياج بيؤدي الى عدم تيقن في السبلاي تشين. ايه هو؟ عايزين نشوف. ده ممكن يساعد الشركه ان هو انها تبدا تتعرف على التكلفه المطلوبه هتبقى قد ايه، وان السيرفيس مستوى الخدمه المطلوبه هيبقى شكله ايه. سبلاي تشين انسرتينتي يا جماعه بتساعد الشركه في انها تحدد الى اي مدى الانبريدكتابيلتي، عدم التيقن من ان مفيش ماتش ما بين السبلاي والديماند اللي المفترض السبلاي تشين يكون جاهز لهم. يعني انا ممكن يكون عندي طلب بزياده، طلب بالناقص، ممكن يكون السبلاي تشين امكانياتهم مش كده خالص، وبالتالي مفيش ماتش ما بين الايه؟ ما بين الخطه دي والخطه دي او السبلاي والديماند. الخطوة الثانية، الشركة لازم تفهم هو السبلاي تشين ده متصمم بحيث ان هو اداؤه يبقى ناجح في ايه؟ لان احنا قلنا من شوية ان تصميم السبلاي تشين ممكن يكون مختلف على حسب الكيس، مفيش قاعدة موحدة ان انا لما اعمل نفس الحاجة اللي بتعملها الوول مارت هنجح. اوكي؟ الا اذا انا عملت نسخة تانية من الوول مارت. فاللي بيمشي في مجال بيمشي في صناعة بيمشي في منتجات بيمشي في حالة، سبلاي تشين بيمشي في حالة تانية وممكن يمشي. الاستراتيجيك فيت الخطوة الثالثة بقى عشان نعمل نوصل للاستراتيجيك فيت، لو في ميس ماتش ما بين اللي السبلاي تشين يقدر يعمله واحتياجات الكاستمر، فالشركة في الحالة دي عندها حاجة من اتنين، حاجة تعمل حاجة من الاتنين. في ميس ماتش
ما بين امكانيات السبلاي تشين والكاستمر نيدز، مفيش توافق بينهم. في الحاله دي السبلاي تشين محتاج ان هو يعمل ريستراكشر عشان يعمل سبورت للكومبيتيتيف استراتيجي، لازم يغير من السبلاي تشين. زي ما قلنا مش مره واحده بتتعمل كده وخلاص، ممكن يعمل لها ريستراكشر، نعم، بحيث انها تتوافق مع الكومبيتيتيف استراتيجي. البديل بكده ايه؟ ان احنا نغير الكومبيتيتيف استراتيجي، يعني بدل ما التسويق يعلن او بدل ما الشركه تعلن تقول احنا قادرين على كذا وكذا وكذا وفي الاخر ما نقدرش، اوكي، لا نغير، نقول لا احنا قادرين على كذا في حدود كذا، قادرين على كذا بالنسبه للمنتج كذا، بس عندنا المقدره ان احنا نوصل لحاجه اسرع ما يمكن، لكن ما تكلمنيش عن التكلفه. ده مثال شركتين قدام بعض في مواقع بعض، كل واحد ليه الاستراتيجيه بتاعته، كل واحد تعتبر حاله ناجحه في حد ذاتها، لكن كل واحد ليه الخطه بتاعته، كل واحد ليه الاستراتيجي، كل واحد عامل الاستراتيجيك فيت بطريقه مناسبه. هنعديها علشان الوقت. نمسك خطوه خطوه بالتفصيل، اللي هم 3 خطوات عشان توصل حاول تاتشيف استراتيجيك فيت. اول خطوه قلنا ان احنا نفهم الكاستمر والسبلاي تشين انسرتينتي. هنا في جزئيتين، الجزئيه الاولانيه ان احنا نفهم الكاستمر انسرتينتي، يعني هو الزبون ممكن طلبه يكون مختلف ازاي، في عدم تيقين ازاي. احنا ممكن نكون عندنا عدم يقين في اكتر من خاصيه من خصائص طلبات الكاستمر، وبتختلف من كاستمر لكاستمر، يعني في اكتر من اتريبيوت الكاستمر يكون محتاجهم واحنا مش عارفين هو كام كاستمر محتاج دي. اول اتريبيوت او اول خاصيه بتغير او بتعمل اختلاف في الديماند بتاع الكاستمر، اول حاجه الكوانت بتاعت المنتج في كل لوت نعملها قد ايه، نعمل واحنا بننتج كل لوت يبقى قد ايه، هو الكاستمر محتاج قد ايه، ما نعرفش. الريسبونس تايم اللي الكاستمر ممكن يتجاوز فيه، يعني لو الريسبونس تايم لغايه كام الكاستمر ممكن يقبل مفيش مشكله، اللي هو الريسبونس بتاع الايه، بتاع الشركه او السبلاي تشين ان هو يودي له الايه المنتج بتاعه. الفرايتي بتاعت البرودكتس نيدد، ما نعرفش برضو الفرايتي هو من المنتج اللي الكاستمر عايزها باي كميه باي ريسبونس تايم. السيرفيس ليفل ريكوايرد، يعني ما مدى توفر المنتج في المخازن بحيث ان هو هيقدر يلبي احتياجات السوق قد ايه؟ هل هنقدر نوفي كل احتياجات السوق يعني 100% ولا السيرف، وطبعا ده نظريا مش ممكن ابدا. السيرفيس ليفل كام في المية؟ احنا عايزين نوصل للسيرفيس ليفل كام في المية؟ الشركه برضو بتحدد. البرايس بتاع المنتج على حسب البرايس بيختلف الطلب، هنتوجه لاي شريحه من الكاستمرز. الانوفيشن اللي موجود في المنتج، مش كل الناس بتروح لاماكن لمنتجات فيها انوفيشن، يعني انت لو رايح الوول مارت يبقى ما تدورش على انوفيشن، رايح السامسونج ستور يبقى في انوفيشن او منتجات جديده. بعض الشركات وبعض المحلات بتشتغل على الاثنين في نفس الوقت، بتشتغل على حاجات تقليديه وحاجات موديلات حديثه في نفس الوقت، فاحنا ما نعرفش. في انسرتينتي هنا في الكاستمر ديماند انسرتينتي، فاحنا لازم نفهم هو الكميه اللي هو محتاجها، ريسبونس تايم ممكن يتجاوز عن الفرايتي، السيرفيس ليفل، البرايس، الانوفيشن. طيب الهدف من الكلام ده كله ان احنا نوصل، ما هو صعب ان احنا كل واحده كده على حده، هنقيس الانسرتينتي بتاع الكاستمر بناء على كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، صعب. فاحنا بنقول ايه؟ ان احنا نحدد وان كي ميجر، ميجر واحد، مقياس واحد، بحيث نجمع فيه كل الخصائص دي ونديله اسم ويساعدنا عشان نقيس السبلاي تشين. الميجر ده هيساعد ان احنا نبدا نعرف ايه اللي ممكن تعمله السبلاي تشين بطريقه جيده. كده تعال نوضح. الميجر ده اسمه ديماند انسرتينتي، يبقى في مقياس بعد ما فهمنا الكاستمر واحتياجاته من ناحيه اللود سايز، ريسبونس تايم، برودكت فرايتي، سيرفيس ليفل، برايس، الانوفيشن، هنطلع من الكلام ده مقياس واحد اسمه الامبلايد ديماند انسرتينتي، اللي هو ايه؟ عدم التاكد في الطلب الضمني، اللي هو لو في عدم تاكد في الطلب بتاع الكاستمر في عدم تاكد في الشغل بتاع السبلاي تشين. تعال نوضح اكتر. ديماند انسرتينتي تعال نوضحها، اللي هي اول حاجه بتعكس الانسرتينتي في الكاستمر ديماند فور ا برودكت. ما نقدرش نقول
بصوت عالي. الكاستمر ديماند محتاج 10 قطع من ويقدر يتجاوز عن، ممكن يجي له المنتج ده في حدود 3 ايام 10 ايام، هتلاقي اختلافات كبيره من بين الكاستمرز وبعضها في كل حاجه من ال6 حاجات اللي احنا قلناها من شويه. وبالتالي ده بيسمى انسرتينتي في الكاستمر ديماند، ده بيسموه ديماند انسرتينتي. دي اول حاجه لازم تعرف الديماند انسرتينتي، فاهمها كويس. تاني حاجه اللي هي اللي نتجت من الانسرتينتي ايه بالنسبه للطلب، بيسموها امبلايد ديماند انسرتينتي. هنوضح مثال لكل حاجه بعد شويه. هي الريزالتنج انسرتينتي فور ذا سبلاي تشين فور اونلي ذا بورشن اوف ذا ديماند، يعني عدم التاكد اللي موجود في الديماند بتاع الكاستمر. اوف ذا ديماند ذا سبلاي تشين ماست هاندل اند اتريبيوت ذا كاستمر ديزايرز. نوضح اكتر. مثال او امثله، لو احنا عندنا فيرم سبلاينج اونلي امرجنسي اوردرز، الشركه دي بتدي طلبات طوارئ لمنتج، المنتج ده هيبقى عليه هاي امبلايد ديماند انسرتينتي، يعني في عدم تاكد ايه للطلب اللي واقع عليه. ذان افيرم اكتر من شركه تانيه، يعني احنا عندنا دلوقتي شركتين، شركه بتطلب طلبيات امرجنسي اوردرز لخط، وليكن خط انتاج بنعمل له ريبير، شركه تانيه عندها طلب لنفس المنتج بس ايه؟ بس لخط الانتاج، واحنا بننشئ خط الانتاج. امرجنسي اوردرز يعني كميات قليله وممكن ما تطلبش، لكن خط انتاج بيتم انشاؤه في كميات هنا كبيره، الطلب الى حد ما مؤكد بكميات كبيره، وفي لونج لي تايم، يعني الناس ممكن تستنانا غير الشركه اللي هي عندها امرجنسي اوردر، يعني محتاجه الطلب بتاعها خلال يوم او يومين. ممكن السبلاي تشين ما عندوش المقدره ان هو يلبي الطلب ده، لكن السبلاي تشين في الحاله الثانيه عنده الفرصه، لان في الحاله دي الامبلايد ديماند انسرتينتي مش عالي. اوكي، تاثير الكاستمر نيدز والامبلايد ديماند انسرتينتي، والنقطه دي توضح اكتر. لو فرضا عندنا الكاستمر نيد في الجدول اللي قدامنا ده، الرينج بتاع الكوانتيتي المطلوبه زاد، يعني كان عندنا الكاستمر عارفين كام كذا 10، هنفترض الرينج بتاعت الكوانتيتي زاد بقى 30، ده تاثيره ايه على السبلاي تشين؟ اولا هيؤدي زياده عدم التاكد الضمني على السبلاي تشين، ما هو نتيجه تغير في الطلب او عدم التاكد في الطلب ليها تاثير، ايه التاثير ده؟ زودت، هتزيد عدم التاكد في السبلاي تشين. ازاي؟ wider range of the quantity required implies greater variance in demand. يبقى هنا الكميات اختلفت، كميات او الطلب اختلف. ازاي؟ ممكن يكون مطلوب 10، ممكن يكون مطلوب 15، ممكن يكون مطلوب 35، ممكن يكون مطلوب 105، طالما في ايه؟ الرينج بتاع الكوانتيتي ريكوايرد زادت. وبالتالي احتماليه الطلب اللي بتحطها بتتحط الضغط على السبلاي تشين بتبقى كبيره جدا. اوكي؟ السبلاي تشين ممكن تكون مصممه على انها كم طلب محدد، لكن لما تزيد هنا في مشكله للسبلاي تشين. ليه التايم لو قل، يعني لو الكاستمر نيدز ان ايه؟ انه يقلل، كان الكاستمر نيد ليه تايم، يعني تايم اللي هو المقصود بيه الريسبونس تايم اللي هو المنتج او الخدمه توصل له في وقت قد ايه، هنا قلت مطلوب مثلا الخدمه دي خلال يومين، كان قبل كده كان 10، لو هي قلت يبقى there is less time in which to react to orders، هيبقى في وقت قليل جدا ان يتفاعل مع الطلب، هتبقى دي مشكله. اوكي، وهكذا بالنسبه لايه؟ ل6 حاجات اللي احنا قلنا عليهم. ريت اوف انوفيشن لو زاد، لو معدل الانوفيشن احتياج الكاستمر في الانوفيشن بتاع المنتج زاد، ده الانسرتينتي في الطلب هنا. نيو برودكتس تند تو هاف مور انسرتين ديماند، يبقى منتجات جديده، وانتوا عارفين اي منتج جديد الكاستمر عايز انوفيشن في المنتجات الجديده، منتجات جديده معناها فيها انوفيشن معناها انسرتين ديماند. اوكي، وبالتالي بيزود لنا ايه؟ بيزود لنا المقياس اللي قلنا عليه اللي اسمه امبلايد ديماند انسرتينتي. هنكنسل النقطه دي عشان الوقت. هنا تعالى نوضح توضيح اكبر. هنحط
السبلاي انسرتينتي على الجراف ده. الجراف ده بيمثل بريدكتبل في الحاله دي، ان يكون عندنا متوقع العرض والطلب. السبلاي انسرتينتي از اولسو سترونجلي افكتد باي ذا لايف سايكل بوزيشن اوف ذا برودكت. يعني السبلاي بتاعنا والديماند كلاهما بيتاثر بوضع المنتج، دوره حياته في اي دوره من دورات حياته. هل هو في بدايه حياته، في مرحله متوسطه، مرحله متقدمه من حياته، يعني ايه؟ يعني لسه منتج جديد في السوق، ولو منتج اوريدي بقاله فتره طويله والناس خلاص عرفته، ولا بين البنين. فممكن نحطه على الايه، على الخط ده ازاي. هنا سولت ات سوبر ماركت، الملح في السوبر ماركت، هل الطلب بتاعه متوقع؟ هل المعروض منه متوقع؟ معروض وكل شيء تمام، مفيش فجأة كده نلاقي الناس بدأت تشتري ملح زيادة أو ملح ناقص كميات أقل. يبقى ده بريدكتبل سبلاي أند ديماند، لأن هو خلاص الملح خلاص معروف نوعه، معروف كل الكلام ده. لكن في بعض الأحيان بيبقى عندنا منتج جديد، نيو كوميونيكيشن ديفايس، جهاز جديد في السوق، فده هايلي انسرتن سبلاي اند ديماند. يبقى الكميه اللي يتم توريدها كميه مصر، الكميه اللي هتطلب مش معروفه، يعني انتج قد ايه ما اعرفش، هو مطلوب مني قد ايه ما اعرفش. اوكي انسرتن، يعني شغالين على الايه، التوقعات. ممكن تكون حاجه بين الاثنين، يعني لو دورت مثلا منتج زي عربيه موجوده حاليا في السوق، موديل موجود في السوق، فخلاص معروف السبلاي بتاعها، معروف الديماند بتاعها. ممكن يكون مش معروف السبلاي لكن معروف الديماند، مش معروف الديماند لكن معروف السبلاي قد ايه، فهو هتلاقيه في منطقه في النص. فهنا عايز يقول لك ايه، السبلاي انسرتينتي بيتاثر باللايف سايكل بتاع ايه، بتاع المنتج. اول خطوه في الاتشيفنج استراتيجيك فيت بين الكومبيتيتيف استراتيجي والسبلاي تشين استراتيجي، ان احنا نفهم الكاستمر والسبلاي تشين انسرتينتي. الانسرتينتي من الكاستمر والسبلاي تشين ممكن نجمعهم في ونرسمهم على خط واحد، اللي هو الامبلايد انسرتينتي سبيكترم، اللي هو الجراف اللي فات ده، ده بيسموه سبلاي سبيكترم، امبلايد انسرتينتي للسبلاي والديماند سبيكترم. على مدار الخط ده في عندنا ايه، انسرتينتيز مختلفه. في اوت النقطه الثانيه ان احنا نفهم، وعايزين نوضح النقطه دي كويس جدا علشان هتقابلنا كتير الكلمه دي، نفهم السبلاي تشين كابابيلز، قدره السبلاي تشين. وقدره السبلاي تشين يا جماعه هنا فيها حاجه من اتنين، يا اما ريسبونسيفنس يا اما افشنسي. يا اما بنصمم السبلاي تشين بحيث ان هو يكون ريسبونسيف، هاي ريسبونسيف او هاي افشنسي. وتعالى نوضح ليه الفرق بين الاتنين ده، بين المعنيين دول. طب يا ترى شركة عندها دلوقتي طلب، ازاي توفي الطلب في ظل الظروف انسرتن؟ عندنا السبلاي تشين يا جماعه ريسبونسيف بتاعته، يعني لما نقول سبلاي تشين ريسبونسيف يعني قدرته على ايه، مش سريع بس، سريع الاستجابه، ده سريع استجابه لكل الطلبات اللي قدامنا دي. ريسبونس او ريسبوند تو ا وايد رينجز اوف كوانتيتيز ديماندد، يعني مطلوب مننا 10، مطلوب مننا 100، مطلوب مننا 1000 نقدر نلبيها، دي بيسموها ريسبونسيفنس. تقدر ميت شورت ليد تايمز، لو في ليد تايمز قليله، طبعا كتيره ما فيهاش مشكله، لكن قليله وممكن تصل لليوم اوفر نايت، دي ريسبونسيف سيستم او سبلاي تشين. لو هاندل لارج فرايتي اوف برودكتس ده ريسبونسيف. ميت هاي سيرفيس ليفل ده ريسبونسيف، اللي هي كل النيدز بتاعت الايه؟ بتاعت الكاستمر. لو الكابابيلتي بتاعت السبلاي تشين قدرت على الحاجات دي بيسموها ريسبونسيف سبلاي تشين. وكل ما الكابابيلتيز دي زادت او الابيلتيز دي زادت، كل ما كان السبلاي تشين مور ريسبونسيف، يستجيب ليها بسرعه. كل ما يكون قادر ان هو يستجيب للحاجات دي كل ما كان افضل. ريسبونسيف احيانا ودايما، مش احيانا ده على طول، بتيجي على حساب التكلفه، على حساب الكوست. يعني ريسبونسيف عكسها كوست، تزيد الكوست. لو زودت ريسبونسيف تزيد الكوست، لو قللت الكوست تاثر على الريسبونسيف، تقلل الريسبونسيفنس. اوكي، ودي اللي بيسموها المصطلح في السبلاي تشين بيسموه افشنسي،
سبلاي تشين افيشنسي. يبقى خدنا سبلاي تشين ريسبونسيفنس وقلنا المعايير بتاع الريسبونسيف ايه، وهناخد دلوقتي ايه السبلاي تشين افيشنسي، كفاءه السبلاي تشين. وكفاءه السبلاي تشين لما نقول افيشنسي يا جماعه معناها كوست، الكوست قليله. افيشنسي منخفضه معناها الكوست عاليه، افيشنسي عاليه معناها الكوست منخفضه. هو هنا بيقول ايه هي الانفرس بتاع الايه الكوست، من احنا نعمل ميكنج وديليفرنج برودكت للكاستمر، زودنا الكوست معناها lowering او lower efficiency، عكس بعض. وهنا لما احط لون مثلا اخضر معناه ان حاجه بوزيتيف، احمر حاجه نيجاتيف، حاجه ايه عكس ما احنا بنرغب. كل استراتيجيك تشويس بنختاره، كل اختيار استراتيجي بنعمله، كل اوبشن في الديزاين بتاعنا عشان نزود الريسبونسيفنس، لو اخترنا كذا عشان مثلا ترانسبورتيشن مود بالطياره عشان نزود الريسبونسيفنس، ده معناه ايه؟ there are additional costs that lower efficiency، ده معناه تكلفه زياده اللي بتقلل الافيشنسي. يبقى الاثنين ماشيين عكس بعض، الريسبونسيفنس والافيشنسي عكس بعض. يبقى انت يا اما عايز ريسبونسيفنس يا اما افيشنسي، عايز يا اما افيشنسي يا اما ريسبونسيفنس، على حساب ده على حساب ده. يعني بتعمل تريد اوف احيانا، بتحصل ايه؟ انت تعمل تريد اوف ما بين الاثنين، شويه افيشنسي مع شويه ريسبونسيفنس، وبنعمل خط هنا او حاجه بنسميها كوست ريسبونسيفنس افيشنت فرونتير، المنحنى بتاع الايه؟ علاقه ما بين الكوست والريسبونسيفنس، العلاقه هنا بيوضحها الخط ده. لو احنا مشينا على الخط ده، ده افضل حاجه، ده البيست بالنسبه لاي سبلاي تشين. يعني بالنسبه لو انت عايز مثلا ريسبونسيفنس معين عالي، عارف ريسبونسيفنس عالي يعني ايه؟ معناها التكلفه ايه؟ الكوست عاليه، اعلى حاجه. لو انت عايز اعلى حاجه هنا النقطه دي، لو عايز اعلى حاجه هنا هي لو نزلت بيها كده خط راسي هي اعلى تكلفه، اعلى تكلفه. طيب لو عايز الريسبونسيفنس اقل حاجه، اقل حاجه هنا في الريسبونسيفنس هي ايه؟ هي اقل تكلفه. اهي واضحه، ده لوجيك. فالكل الريسبونسيفنس انت تصمم عليه السبلاي تشين بتصل الى تكلفه معينه، هنا التكلفه بتاعتها كذا، كل ما نزلت كده كل ما ايه التكلفه قلت، كل ما طلعت فوق كل ما التكلفه ايه التكلفه تزيد، ده اتجاه زياده التكلفه وده اتجاه زياده الريسبونسيفنس. وده الشرح بتاعي بتاع الجراف ده. الشركه مطلوب منها انها تكون على الخط ده، ولو هي مش موجوده على الخط ده يا مثلا موجوده في المكان ده، موجوده في المكان ده او موجوده في المكان ده، يفضل انها ايه تنتقل للمكان ده. لان يعني انت ممكن تكون عندك ريسبونسيف، يعني مثلا النقطه دي ليها تكلفه معينه. لو نزلنا خط من النقطه دي، نزلنا خط راس كده، التكلفه ايه؟ في حين ان الريسبونسيفنس اهي، لكن الافضل ان انت كنت طلعت الخط ده الريسبونسيفنس تبقى اعلى. لازم في ايه؟ لازم ديسيشنز معينه داخل السبلاي تشين توصلك بنفس التكلفه، ده معناها لريسبونسيفنس اعلى. او ان احنا ممكن نزود الريسبونسيفنس على حساب ايه؟ ان احنا نزود نقلل نزود الكوست على حساب ان احنا نزود ايه؟ الريسبونسيفنس، على حسب انت عايز ايه؟ هو الكاستمر بتاعك عايز ايه في المنتجات بتاعك؟ ما تكلفش حاجه وبتسرع حاجه والكاستمر مش محتاجها. بيقول لك هنا الشركه لو ما كانتش على الخط ده بتحسن الريسبونسيف بتاعها او التكلفه بتاعها انها تتحرك للخط ده. ماشي؟ هنكمل. برضه لما عملنا العلاقه ما بين الامبلايد ديماند انسرتينتي، نقدر نعمل خط كده بيمثل الريسبونسيفنس. الخط الافقي ده يا جماعه السبلاي تشين تصميمه، وعلى حسب الشركه هنجد فيه ريسبونسيفنس مختلفه، من اول هاي افيشنت واخرنا هاي ريسبونسيف. واحنا قلنا الاثنين عكس بعض، هاي افيشنت هنا معناها ريسبونسيف ايه؟ واحد يجاوب. هاي افيشنت هنا معناها ريسبونسيف ايه؟ هاي ولا لو؟ لو. فهاي افيشنت زي ايه؟ دي صناعات هاي افيشنت. انتجريتد ستيل ميل برودكشن سكيدولد ويكس اور مانس ان ادفانس ويز ليتل فرايتي اور فليكسبيليتي. مفيش تغيير. مفيش تغيير في الصناعه هنا. فبنقدر ننتج بتكلفه قليله. هاي افيشنت. نيجي في المقابل هنا ده تو اكستريمز. هنا سام وات افيشنت قريبه من هاي، ودي سام وات ريسبونسيف قريبه من هاي. طيب هايلي ريسبونسيف
عند مين؟ عند 7-Eleven جابان. changing merchandise mix by location and time of day، تخيلوا باختلاف المكان باختلاف الوقت في اليوم البضاعة مختلفة. ده ريسبونسيف عالي قوي. وقت الغدا في غدا، وقت العشاء في عشاء، مش هما هو نفس العشاء بتاع امبارح وبيسخنوه، ده فريش، كل ده فريش وبيجي بطلب الزبون، مش الزبون بيطلب، لا هم عارفين الطلب بتاعه. عندهم محلات كتيرة جدا في أماكن كتيرة جدا، هم جنب الكاستمر، فعندهم هايلي ريسبونسيف. الكاستمر بتاعهم ما بيدورش على حاجة رخيصة، لا هم عايزين حاجة بسرعة اللي يطلبوه يلاقوه في الوقت اللي هم عايزينه في المكان اللي هم عايزينه. اوكي، فدي ليه كاستمر سيجمنت معين، مش كل هنا توضيح اكتر للايه، للشركه او السبلاي تشين اللي هو فيري ريسبونسيف والسبلاي تشين اللي هو افيشنت. مدي مثالين ال 7-Eleven وجابان وسامس كلاب، والاثنين دول خدناهم كامثله قبل كده في حالات تانية. كي بوينت هنا سكند ستيب في الاتشيفنج ستيب، احنا نعمل بين الكومبيتيتيف والسبلاي تشين استراتيجي، ان احنا نفهم السبلاي تشين وامكانياته ايه. يعني ايه امكانياته ايه؟ يعني هو هاي افيشنت ولا هاي ريسبونسيف ولا حاجه بين الاثنين؟ وفي اوقات كتير بتبقى حاجه بين الاثنين، يعني مزيج من الاثنين، ولا الحاجه ريسبونسيف بتاعها ضعيف جدا ورخيصه، ولا احنا قلنا الافيشنسي معناها الكوست، او ولا العكس. الخطوه الاخيره او الستيب الثالثه في الشيفت بعد ما نفهم الكاستمر نيدز انسرتينيتي والامبلايد ديماند انسرتينيتي ونفهم امكانيات الكابابيلتي بتاع السبلاي تشين، بنصل بعد كده لاستراتيجيك فيت بين الاثنين، بنضمن درجه السبلاي تشين ريسبونسابيلتي متوافقه مع الديماند انسرتينيتي ولا لا. الهدف ان احنا نصل الى هاي ريسبونسيفنس للسبلاي تشين اللي فيه هاي انسرتينيتي. يعني هاي انسرتينيتي يعني ايه؟ يعني الطلب ممكن يزيد فجاه، الليفل بتاع السيرفيس مختلف، الكواليتي المطلوبه مختلف، الانوفيشن مختلف، وبالتالي لازم يكون عندك سبلاي تشين يقدر يواجه كل الاختلافات دي. وطبعا عمليه مكلفه جدا. ده مثال ماك ماستر بيوضح لنا الكومبيتيتيف استراتيجي بتاعته، بيوضح لنا السبلاي تشين اللي هو شغال على اساسها شكلها ايه، ولو اشتغل على كده معناها ايه، ولو اشتغل على كده يعمل معناه ايه. وعلى فكره السبلاي تشين هو مش ديزاين واحد، هو في اكتر من ديزاين. يعني ممكن تعمل سبلاي تشين هنفترض ان احنا عندنا ثلاث منتجات في الكمباني بتاعتنا او الاورجنايزيشن، ممكن نعمل لها ثلاثه سبلاي تشين، مش بضروري ان هو سبلاي تشين واحد، كل واحد ليه ظروفه وكل واحد ليه الديزاين بتاعه، وزي ما قلنا على حسب ايه اللايف تايم بتاع البرودكت. ممكن تختلف الخطه على حسب اللايف تايم بتاع البرودكت، ممكن كل مرحله ليها السبلاي تشين بتاعها والديزاين بتاعها. هنا بنصل لمنطقه بيسموها استراتيجيك فيت، ما بين علاقه اهي ما بين ريسبونس سبلاي تشين اهو والافشنسي، ودي امكانيات السبلاي تشين، دي الانسرتينتي اللي موجوده في السبلاي تشين في الديماند بتاع الكاستمر. انسرتين ديماند انسرتين ديماند اللي هي الاكستريمز. في هنا الافشنت سبلاي تشين، الناحيه الثانيه ريسبونسيف سبلاي تشين. اوكي، وده ريسبونسيف سبيكترم، يعني ايه درجات مختلفه من الريسبونسيفنس. اوكي، افضل منطقه للفيت، افضل منطقه المفترض ان كل الشركات تبقى موجوده في منطقه الفيت، اللي هو الاستراتيجيك فيت، توافق الاستراتيجي ما بين الاثنين. انت عايز ريسبونسيفنس قد ايه؟ عالي، يبقى ده استخدمه امتى؟ لما يكون اصلا ديماند هنا في الحته دي. اوكي، طيب عندك الديماند سيرتين، خلاص انت اشتغل في المنطقه دي في الحته دي، مش خارج المنطقه، يعني في المنطقه الرماديه. اوكي، دي افضل منطقه بتسمى زون اوف استراتيجيك فيت. طيب وات سبلاي تشين فور يور كامب برودكت، سبلاي تشين بالنسبه للمنتج بتاعك ايه؟ وات از ذا رايت سبلاي تشين فور يور برودكت اوفر اتس لايف سايكل، زي ما قلنا مختلف. وهنا الاجابه بتاعت السؤال انت عايزه ايه بالنسبه للمنتج بتاعك، طبيعته ايه؟ يعني بيقول لك اقعد حلل الانسرتينتي بتاعت الديماند نيدز، واقعد حلل شوف الكابابيلتيز بتاعت السبلاي تشين بتاعتك، وهو متصمم على اي اساس، ريسبونسيفنس ولا افيشنسي، واخد بالك؟ وعلى هذا الاساس تقدر تحدد انت في اي منطقه او انسب سبلاي تشين بالنسبه لك. سبلاي تشين هنا مش معقوله، مش هنقول هو
ده وخلاص، لا ده احنا لسه ما خدناش ازاي نصممه، مراحل تصميمه ايه ومكوناتها ايه والكلام ده كله لسه. ده احنا قلنا سبلاي تشين استراتيجي معناها كذا كذا كذا، بنعمل الاستراكشر بتاع كذا، بنحدد كذا 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 كذا، لكن ما عرفناش تحدد ازاي. واخد بالك؟ هنشوفها ان شاء الله في الايه، في المواضيع اللي جايه ان شاء الله. ده مثال لشركه ايكيا اللي خاصه بالاساس. خلينا نعدي الحاجات دي. ده هنا لو كانت ادي بعض العناصر، ودي لو احنا عندنا efficient supply chain هيكون ايه الريسبونس بتاعها، او ايه مواصفاتها، او في مثلا على سبيل المثال efficient supply chain و responsive supply chain، مقارنة بين الاثنين دول في ال inventory strategy، سياسة التخزين او السياسة التخزينية بتاعتهم. efficient supply chain يعني كل اللي يهمه التكلفة، ف lower cost sorry minimize inventory to lower cost، لازم يقلل المخزون اللي عنده. هتزود مخزون يعني معناها holding cost كبير، محتاج مخازن اكبر، cycle بتاع ال inventory turn over هتبقى كبيرة، يعني نفضي المخزون مثلا مرة في السنة 10 12 مرة في السنة، يعني على حسب. لو هو responsive، لو انت مصمم supply chain responsive بالفاسيلتي بتاعته responsive، امكانياته عالية ماشي، فالانفنتوري مينتين بافر انفنتوري تو ديل وذ ديماند اور سبلاي انسرتينتي، لازم يكون عندك مخزون احتياطي ماشي، اللي هو سيفتي ستوك يكون عندك، عشان الطلب هنا الانسرتينتي عالي قوي، وبالتالي العمليه مكلفه جدا. وهكذا بالنسبه لكل الخطط الاستراتيجيه اللي انت بتعملها في الفانكشنز، ليها تاثير، تاثيرها هنا وتاثيرها هنا، او معناها هنا ومعناها هنا. طب تعمل ايه لو انت عايز افيشنت سبلاي تشين في حاله البرايسنج استراتيجي، خطه التسعير، هتحط سعر المنتج بتاعك والربح هيبقى شكله ايه في البرايسنج حالتين وهكذا. ده بيسموه كومبليت استراتيجيك فيت. استراتيجيك فيت ما بين ايه بقى؟ ما بين كل اللي اتكلمنا عنه. ادي عندنا هيومن ريسورس استراتيجي، فاينانس استراتيجي، انفورميشن تكنولوجي استراتيجي، يعمل فيت مع سبلاي تشين استراتيجي، يعمل فيت مع البرودكت ديفلوبمنت استراتيجي، فيت مع الماركتنج والسيلز استراتيجي، فيت ليهم كلهم مع الكومبيتيتيف استراتيجي. فيت يعني في توافق، في تداخل، في اهداف واحده الايند مع بعض. A firm must ensure that all functions maintain consistent strategies that support the competitive strategy. ما بيتعارضوش مع بعض. لو واحده من دول تعارضت مع الكومبيتيتيف استراتيجي الموضوع مش هينجح. يبقى وهنبقى كدابين. بالنسبه للكي بوينت فاينل ستيب في الاتشيفنج استراتيجيك فيت، ان انت تعمل ماتش الريسبونسيفنس مع الانسرتينتي من الديماند والسبلاي تشين ديزاين والكل الفانكشنز اللي فيه داخل المؤسسه، يجب انها تبقى تعمل سبورت للايه؟ السبلاي تشين ليفل اوف ريسبونسيفنس، على حسب الليفل بتاع الريسبونسيفنس بتاع السبلاي تشين. كل سبلاي تشين ليه ريسبونسيفنس بتاعه، عشان كده كل سبلاي تشين ليه السيرفلس والبينفيتس او البروفيتابيلتي بتاعته، مش كلهم بيعمل بيحققوا نفس المكاسب بسبب الفيت ده. فمن الاستراتيجيز انا اكتفي بالجزء ده والباقي ده هنكنسله. انا بقول برضو اللي بنكنسله ده مش معناه انه مش مهم، لكن ممكن حضرتك برضو ايه تبص عليه، وحتى لو في اي استفسار فيه انا في اي وقت حضرتك ابعت اي سؤال. سلايد نمبر 62 شابتر 2 اللي احنا شغالين فيه ده، في عندي سؤال برودكت لايف سايكل مش فاهم ايه المقصود بيها مثلا، اوكي، او يعني ايه الكومبيتيتيف تشينجز اوفر تايم، طب بنعمل ايه؟ وطبعا ايه تكون حضرتك قريت بقيه السلايد. ان شاء الله نتقابل على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.